انا مش هتكلم ولا كلمة، هسيبك انت تسمع الفيديو وتحكم بنفسك. احكم يا معلم بنفسك عشان تعرفوا محمد عادل بتاع الاحتواء والفار نايم على ودانه. اتفرج يا معلم. هو ما اعتقدش انه شافها بالشكل اللي احنا هنشوفه، بس حكم الفيديو موجود. طبعا هنا نشوف هو لعيب نادي الاسماعيلي بيعدي، بعد كده لعيب نادي الزمالك اتزحلق طبعا بدون قصد، بس التعمد اتلغى. طب هنشوف هنا ايه اللي حصل. عاوزين نركز على القدم اليسرى للعيب نادي الزمالك، بس كده القدم اليسرى لعيب نادي الزمالك احنا شايفينها دي. طبعا هنا في تصادم حصل بين قدم مدافع نادي الزمالك على لعيب نادي الاسماعيلي. طبعا هنا في اعاقه، انا طبقا للصوره اللي انا شايفها دي، الاعاقه دي هي اللي منعت لعيب نادي الاسماعيلي الوصول للكره. لان لو نفتكر الكره دي كانت بدايه ايه، لعيب نادي الاسماعيلي لعب الكره، لولا وجود لعيب نادي الزمالك في المكان ده كان ممكن يوصل ايه، يجيب يروح فيه فرصه محققه لاحراز هدف. فطبعا هنا طبقا للصوره كان في خطا يا فندم. هنا طبعا هنا في خطا، لو قبلها ما كانش في خطا بين المهاجم والمدافع. دي بص